شكرا كبير مرة جديدة لزميلين شرب الكريم وفارس كرم على تعليقهم على المباراة الشيقة بين السلام وأكيد الراسينج. الشوط الأول كان نوعا ما باهت، بالشوط الثاني شفنا تحركات أكبر كوتش من الفريقين. الراسينج قدر يعادل، هدف رائع جدا كان عم يسجله مصطفى الحسن، لكن كمان ضربة جزاء جديدة 2-1 عبر زين الدين المتخصص، ومن بعدها 3-1 عبر أمادو. ومرجع نستعرض شريط الأهداف سوا. هون عم تشوف هدف التعادل الرائع جدا لمصطفى حسن بديله لخضر سلامي. شو رأيك بهالجول؟ أول شيء يعني جورج قلنا مفروض بالدقائق العشرة الربع ساعة الأولى راسينج يضغط ليسجل، بالدقيقة 60 سجل، كانت الأمور مثالية بالنسبة لفريق راسينج. yes. كان كل شيء بده إياه من المباراة حصل عليه، بس كأنه بس سجل الراسينج رجع تراجع وقعد ورا. بتحس بفترات من الماتش الفريقين بدهم ياخذوا المباراة على التعادل. نعم. خوفه من الخسارة، الراسينج هو اللي خسروا المباراة. هون عم تشوف ضربة الجزاء، يعني خطأ كمان ما بعرف قدي كان ضروري على حدود منطقة الجزاء، على رأس منطقة الجزاء كمان، مثل ما يعني عم تشوف خطأين مدافعين بيقدروا كانوا يتفادوهم بكل 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 بساطة. صح، بكل بساطة. واللي شفناه أكثر إنه برجع بقول لك خوفهم خوف الراسينج من الخسارة هي اللي خسرته المباراة. كانت بداية مثالية بالشوط الثاني بالنسبة له إنه يسجل هذا الهدف الثالث، لأنه خلص بدنا إحنا بالدقيقة 95 تحت. مش بس انتهت، حتى صار عم يعني طلع في 9-8 لعيبة من فريق الراسينج بالكاري تبع السلام. الكونتر أتاك مثالية بالنهاية، فينش حلو كثير، عرف يحطها بطريقة كثير حلوة، سريع كمان اللاعب أمادو. صراحة كانوا أذكياء كثير لعيبة السلام اليوم مع مدربهم، تعاملوا مع المباراة بذكاء كبير. عارفوا انه اذا بدهم يفتحوا الماتش مع فريق مثل الراسينج ممكن يتلقوا اهداف، سكروا لعبوا على المرتده، كل شيء بدهم اياه من المباراه بكل طريقه بسيطه اخذوا. مبروك اذا لسلام، صغرت انتصارهم المهم جدا اليوم، رفع رصيدهم ل 11 نقطه بترتيب دوري الفا لكره القدم. هلا بنتوقف لبريك ونرجع من بعدها لمتابعه حديثنا مع محلل قنوات ام تي في المدرب حسين حمدي. خليكم معنا.